السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. طبعا جميع المعادن الضرورية مهمة جدا لجسمنا ولصحتنا، لكن في هذا الفيديو راح أذكر أهم 8 معادن. أول معدن في هذه القائمة هو معدن الفناديوم، اللي ما وجدت يعني فيديوهات عربية تتكلم عنه بشكل كبير، فيديوهات قليلة اللي موجودة تتحدث عن دور هذا الفناديوم في السكري، واللي بيستخدم تقريبا في كل المكملات الغذائية اللي بتساعد تحسن أو تحسين السكر. ومش بس انه بيعدل وبيحسن مستوى السكر في الدم، لكن ايضا مشاكل القلب. وجسمنا بيحتاجه بكميات قليله، يعني من 6 الى 18 مايكرو جرام في اليوم. واعلى حد له يكون 1 ملي جرام. وليش هو مهم كثير؟ لانه يقوم باصلاح خلايا البيتا التالفه، خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس، ويمنع ضمور هذه الخلايا. ولما تعمل فحص الدم لازم يكون عندك 1 نانو مول، يعني 1 بالمليار من المول في دمك أثناء الفحص. وعند الفحص لازم هاي تكون الكمية اللي موجودة في دمك. وسبحان الله، لأنه جسمنا ما بيحتاجها بكميات كبيرة، متوفر بكميات يعني قليلة في المواد اللي ما بنستهلك منها بكميات كبيرة، مثلا الأوريغانو، الديل ليفز اللي هي أوراق الدل، الفلفل الأسود، مثلا الصن فلاور سيز اللي هي بذور عين الشمس، هذه موجود فيها. فلما نتناول من هون شوي ومن هون شوي ان شاء الله اخذنا كفايتنا من هذا المعدن المهم. الثاني هو عنصر البوتاسيوم. جسمي وجسمك يحتاج 4700 ملغ على الاقل كل يوم من البوتاسيوم. واذا عملت فحص الدم لازم يكون عندك ما بين 3.5 الى 5 ملي مول لكل لتر. وين بنلاقي البوتاسيوم؟ بنلاقيه بالافوكادو، بنلاقيه بمية جوز الهند مثلا، بنلاقيه مثلا في البقوليات وخاصة إذا أكلناها خضراء، بنلاقيه بالأوراق الخضراء جميعها، وخاصة بكثرة بتتواجد في أوراق البيتروت اللي هي أوراق الشمندر، وبنلاقيه أيضا في معظم الخضروات الأخرى، وبنلاقيه أيضا في السمك. المعدن اللي بعده اللي هو المغنيسيوم. المرأة تحتاج من 300 إلى 350، والرجل يحتاج من 400 إلى 450 ميلي غرام كل يوم. ولما تعمل فحص الدم لازم يكون القراءة عندك من 0.65 إلى 1 ميلي مول لكل لتر. وهذا المعدن له أكثر من 300 عمل في جسمنا، 300 عمل. وإن شاء الله في نهاية هذا الفيديو راح تشوف شو المضاعفات اللي بتصير لما يكون عندنا نقص في هذه المعادن. وين بتلاقيه بغزارة؟ أول شيء وأعلى شيء في القرع، بذور القرع، بذور القرع اللي هو البذر الأبيض، يعني بذور القرع هذا حفنا منه يعني 30 غرام بتعطيك 40% من حاجة جسمك من هذا المعدن. بعدين الشوكولاتة أو الكاكاو أيضا موجود في الأفوكادو، وموجود في معظم المكسرات وخاصة الكاشو واللوز، وموجود أيضا في البقوليات، وكذلك معظم الخضروات أو كل الخضروات، يعني اللي موجود فيها البوتاسيوم بتلاقي فيها المغنيسيوم. أحد المعادن المهمة أيضا هو المنغنيز. المنغنيز تحتاج المرأة 1.8 ميلي غرام، ويحتاج الرجل 2.3 ميلي غرام كل يوم. ولما تعمل فحص الدم لازم يكون من 7 ل 12، من 7 ل 12 مايكرو جرام لكل لتر. موجود في البذور، خاصة بذور القرع، بذور البطيخ، بذور الشيا، بذور عين الشمس، هذا موجود فيها، وأيضا موجود في البقوليات، وموجود في معظم أنواع الخضروات. وإن شاء الله لما نحكي عنهم كل واحد بالتفصيل راح نعطي وين كل يعني شو أغنى مادة بهذا العنصر أو المعدن. وطبعا ما بيصير ننسى الزنك. الزنك هذا مهم جدا. المرأة تحتاج 9 ميلي غرام، والرجل يحتاج 11 ميلي غرام من الزنك كل يوم. يتوفر في المأكولات البحرية بشكل عام وخاصة الصدفيات، وأيضا متوفر في الجمبري، ومتوفر أيضا في الأسماك وخاصة سمك السردين، وأيضا متوفر في اللحوم وخاصة لحوم العقار، ومتوفر أيضا في لحوم الطيور، لكن أكثر شيء متوفر فيه اللي هو لحم الحبش اللي هو الديك الرومي. معدن مهم جدا أيضا اللي هو الكروميوم، هذا مهم جدا جدا، وحاجة الرجل والمرأة منه 25 مايكرو جرام كل يوم. وإذا عملت فحص الدم لازم يكون عندك 26 نانو مول، يعني جزء من مليار المول. موجود في البروكولي، موجود في القرنبيط، موجود في الثوم، موجود أيضا في اللحوم، وموجود أيضا في لحوم الطيور. السيلينيوم من أحد العناصر أيضا أو أحد المعادن المهمة للسكري والضغط والأمور الأخرى، هذا مهم جدا. يحتاج الرجل والمرأة 55 مايكروغرام يوميا، أما المرضع فبتحتاج كمية أكبر اللي هي تقريبا 70 مايكروغرام. ولما تعمل فحص الدم لازم يكون من 120 ل 160 مايكروغرام في كل لتر.
موجود في البروكلي، موجود في القرنبيط وخضروات ثانية أخرى، موجود في اللحوم. وإن شاء الله لما يعني نتكلم عن المعادن كل واحد على حدة، راح نذكر أكثر المواد اللي متوفر فيها هذا العنصر. وما ننسى معدن الكالسيوم، جسمنا بيحتاج تقريبا من 1000 إلى 1300 ملغرام كل يوم، والقراءة الممتازة للكالسيوم أو نسبته في الدم لازم تكون من 2.2 بالعشرة ل 2.7 بالعشرة ملي مول لكل لتر. وكما قلت في البداية، جميع المعادن الضرورية مهمة، لكن هذه أهمها بما يتعلق بالسكري ومشاكل الجسم الأخرى. وحتى تستفيد منها أكثر ويمتصها جسمك، لازم تأخذها مع فيتامينات أخرى، وبالأخص يعني فيتامين سي. وإذا حاب تعرف حاجة جسمك من كل المعادن والفيتامينات، موجودة إن شاء الله في هذا الفيديو في قناتنا في اليوتيوب، بإمكانك وبإمكانك مشاهدته. طبعا نقص هذه المعادن بتسبب في مشاكل كثيرة، منها التعب، منها خربطة الإنسولين والسكر ونسبته في الدم، منها الضغط النفسي، منها ارتفاع ضغط الدم، منها مشاكل الغدة الدرقية، منها كذا منها كذا. ليه؟ لأنه الجسم بيحتاج كل هاي الأمور حتى ينظم عملياته اليومية. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، فإذا استفدتم منه يا ريت تشاركوه مع معارفكم وأقاربكم وأصدقائكم. فزكاة العلم نشره أولا، وبعدين إخواني وأخواتي، نحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب، ولكن الحمد لله نغير حياة الناس للأفضل، وإن شاء الله ننقذ بعض الأرواح. فشارك هذا الفيديو مع من تحب. وأود أن أشكر جميع أبطالنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا للقناة في اليوتيوب، أشكركم من أعماق قلبي. وإذا لسه ما انضميت، تشجع وانضم. وإذا بتشاهدني للمرة الأولى، معكم أخوكم الدكتور علي القاسم. وإذا حاب تعرف شو راح تستفيد من هذه القناة، تفضلوا شاهد هذا الفيديو. إذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك، وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب، أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها، نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات، لسبب وجيه، وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو. الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد. هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام، وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا، ويعلمك علم التغذية، ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام، أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية. وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك، بمعنى أن لا تزور طبيب، وكلها نصائح من تجربتي الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في 3 أشهر، ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف، والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله. واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم، أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق، ألا وهو جيسون فانغ، الدكتور جيسون فانغ من كندا، صيني يعيش في كندا. ومن أشهر كتبه The Cancer Code و Diabetes Code و Obesity Code. والدكتور جون يدكن من بريطانيا، وهذا كتابه Pure White and Deadly، هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر. والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا، وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية، له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي، وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16,000 بحث طبي وعلمي. والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا، أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال. ومن رأيي وبرأيي الشخصي، هذا الكتاب ميتابوليكال هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الاطلاع عليها من جميع الناس، وإن شاء الله راح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة. وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم، هدفهم واحد، ألا وهو تغيير ما فعله هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية. وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب، ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله، وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح. فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره، لأنك ستؤجر على فعل الخير، وهذا الخير اللي تفعله راح يرجع لك بطريقة أو بأخرى. أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة، وأشكر أيضا فريق العمل.
بارك الله فيكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.